تقديم وإعداد هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2015. يحتفلون بمجازر الأسد، قاتل يسكر بالدم من تل الزعتر إلى حما وبيروت وحلب. خلونا نسمع شو قالت الصحف لها الأسبوع. بمقالنا من حلقة اليوم، مقال الكاتب السوري منار رشواني بصحيفة الغد الأردنية بعنوان مجازر تستحق الاحتفال. بيقول الكاتب: لابد أن شبيحة بشار الأسد وأتباع إيران وروسيا يستعيدون وصف الشعر اللبناني سعيد عقل بحق أبناء وطنه الذين رفضوا الغزو الإسرائيلي للبنان، وهو أن المخربة عقولهم من العرب يظنون أنهم قادرون على استخدام المجازر الأحدث لنظام الأسد وحلفائه في حلب تحديدا للتغطية على المؤامرة الكونية التي تشن باسم الثورة على هذا النظام المقاوم الممانع، والتي انتقلت لاحقا إلى مؤامرة ضد الدولة السورية التي لا يمكن أن تكون إلا سوريا الأسد الأبن الأب فالابن فالحفيد. طبعا مثل ما وعدناكم مستمعينا بكل حلقة راح نستضيف كاتب المقال، راح يكون ضيف الحلقة. بدي رحب فيك أستاذ منار، أهلا وسهلا فيك ببرنامج أسبرين. أهلا وسهلا. يعني لفتنا العنوان، ما استرجينا نكتب أو ما استرجينا نحط عنوان الحلقة عنوان للحلقة عنوان المقال، حبينا نوضح شوي فيه. طبعا حطينا وضفنا له شوية كلمات. ليش نأيد هذا المقال مجازر تستحق الاحتفال؟ لا، هو حقيقة المقال وكأنه هو رواية الشبيحة ومؤيدي مجازر بشار الأسد. لماذا؟ ولا سيما أنه كل شخص فيهم تجده في بلده، خصوصا الشبيحة العابري للحدود تحت مسمى القومية واليسار، كل واحد منهم يطالب بالإصلاح في بلده ويتباكى على غياب الديمقراطية وتراجع الحريات. أحيانا ليس غياب الحريات بل تراجع الحريات تكفي للتباكي، بينما نجد في سوريا، والكل يعرف تاريخ هذا النظام، هنالك شك على بياض، ليس هنالك فقط تجاهل للجرائم والمجازر، بل هنالك جرأة على تبريرها وفعلا الاحتفال فيها تحت مسمى أنه في سوريا هنالك مقاومة ومانعة، وبالتالي هذا يبرر قتل السوريين. بعد ذلك عندما انكشف أن لا مقاومة ولا ممانعة، ووجدنا نتنياهو وبوتين يعني يصر علنا على تقاسم السماء السورية والأرض السورية للقصف، وجدنا ذريعة تسمى ذريعة الحفاظ على الدولة السورية. والدولة السورية بتعريفهم ونقيض لكتب المدخل للقانون الدستوري، أركان الدولة لا تشمل الرئيس، بالنسبة لهم هم ينفوا الركن الأساسي وهو الشعب، ويجعلوا الركن الوحيد هو شخص مثل بشار الأسد وارث للسلطة وليس منتخب، ويسعى لتوريثها لابنه ولا يقوم بأي إصلاحات. هذا هي فكرة المقال، هي رواية الشبيحة لماذا هم من حقهم أن يحتفلوا بقتل السوري. وكأنه كان يعني عجبنا التشبيه بأنه شك على بياض أو شك مفتوح لبشار الأسد، أنه اكتب تول قد ما بدك، مفتوح الأمور معك. بالنسبة لزيارة نتنياهو للجولان هو وزرائه واتفاقه مع بوتين، وكأنه يعني برأيك بيعرف ما يحاك لسوريا لقدام، وكأنه عن جد التقسيم راح يصير؟ لا، هو فعليا يعني هذا ما يجري. يعني حتى إذا موضوع الجولان، يعني موضوع الجولان أنا أعتقد إسرائيل تريد أن تقونن احتلالها للجولان من خلال موافقة دولية، لأن الجولان يعني منذ احتلاله وباستثناء حرب 73، للمعلومة يعني أنا
هنالك إسرائيليين يقطنوا في الجولان لا يعرفوا أنه من ضمن الأراضي المحتلة عام 1967 لشدة الهدوء وهو منتجعات، يعني هاي معلومة. البعض يتفاجأ أنه الجولان أرض محتل لأنه شديدة الهدوء، وبالتالي نتنياهو ليس أكثر من يريد القونن مرة وإلى الأبد لموضوع احتلاله طالما نتحدث عن رصد. المسألة الأهم ربما وهي تدلل تدعم فكرة أن نتنياهو يعرف ما سيجري أو لا يرى في الأفق إلا هذا السيناريو، يمكن النظر إليه في موضوع الأكراد. الأكراد الذين يتلقون الدعم حتى من روسيا، صحيح أن الدعم الأساسي من الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم أيضا يتلقوا دعم غير مشروط من روسيا، خصوصا لأجل مناكفة الأتراك أو تهديد الأتراك. هؤلاء عندما هجموا على ميليشيا الأسد في القانشلي قبل فترة وتوصلوا بعد ذلك لوقف إطلاق نار، يعني لو رجعنا لنصوص وقف إطلاق النار يعني شروط مذلة لميليشيا الأسد ارتبطها روسيا، يعني بمعنى لن يتراجع. اللغة التي استخدمت في الاتفاق كانت فعلا مذلة، أعتقد لم يعيدوا لهم، طبعا كان لم يعيدوا أي شيء، أعادوا لهم فقط المخبز المركزي الآلي. فهذا فعلا يدلل أنه هنالك رغبة في تقسيم سوريا بطريقة أو بأخرى، ربما على طريقة تقسيم العراق، يعني الكل يرفع علم واحد، الكل يتحدث عن دولة اسمها سوريا. تقسيم الفدرالي تقصد؟ لا حتى يعني للأسف يعني العراق لا هو فدرالي ولا هو غير فدرالي، يعني باستثناء الأكراد ليس هنالك اعتراف بالهوية الفدرالية للعراق، هنالك عملية ميليشيات أقوى من الجيش برعاية إيران، تماما نموذج حزب الله في لبنان، ترويد إيران استنساخه طبعا في سوريا، جيش شكلي، لدينا ما يسمى دولة، لدينا وزير خارجية، لدينا رئيس حكومة، لكن يعني بالسوري منقول حارث كلمين إيده إلي. بالضبط. هذا فعليا يعني وجدنا حتى الصدر كيف يجتاح البرلمان ولا يتم إطلاق رصاصة، بينما السنة ما أن يتظاهروا يعتبروا داعش وتتم إبادتهم. طيب بتقول بالمقال أنه صار أو بما معناه صارت المجازر مصدر فخر للشبيحة ولهذا النظام، يا ترى بس لأنه حب للدم ولا كمان أنه كثرة المجازر راح تخليهم قريبة من أهدافهم أو شو برأيك؟ لا هو حقيقة المقال هو في إطار يعني محض الواحد يحكي الكلمة في ظل مجازر حلب، لكن هو في إطار السخرية من ذرائعهم اللي كل يوم في ذريعة جديدة، يعني قالوا لنا أنه قتل السوريين يعزز المقاومة والممانعة. فأنا أتحدث أنه فعلا إسرائيل يعني لدرجة بتنسحب مع كل مجزرة ضد السوريين، بتنسحب من الجولان بتنسحب شبر. بالضبط. بعدين قالوا أن الدولة السورية قتل السوريين يعزز الدولة السورية، وفعلا يعني وجدنا الجيش العربي السوري صار جيش إمبراطوري عبارة عن جيش متعدد الأعراق، وجدنا متعدد الجنسيات. بالضبط. يعني من أفغانستان إمبراطورية صار، يعني هو نوع من السخرية على الذرائع التي يعني تساق لتبرير قتل السوريين. طبعا هو كله نوع من السخرية، هم يعرفون أن المسألة ليست إلا وحقيقة لا تفسر، ليست إلا حقد على السوريين، مع أنه كثير ممن يحقد على السوريين هو عانى من النظام ولم يعاني من السوريين. يعني لنجد مثلا فريق ميشيل عون، ميشيل عون هو حاقد على نظام بشار الأسد، لكن فجأة أصبح يحمل السوريين اللاجئين وكأنه هم اللي كانوا يضطهدوا اللبنانيين أيام التواجد العسكري في لبنان، وفي المقابل هو يدعم بشار الأسد لحسابات طائفية ضيقة جدا. يعني تم حقيقة في بعض الأمور لا تفهم إلا حقد على السوريين فقط، وطبعا هي ممكن في إطار أوسع هي حقد على الإسلاميين، لأنه حتى يعني هذا الشيء شاهدناه بقصف الأحياء نفسها تعرضت لمجازر بعام 1989. يعني المسألة أيضا يعني وجدنا أنه في احتفال بالسيسي، لكن لما السيسي فرض حصار مطبق على غزة لم ينبس أحد ببنت شفا لأنه السيسي ليس إسلاميا. يعني هي مسألة أصبحت وأنا أعتقد هذا يعزى إذا طلعنا على من يؤيد بشار الأسد، هي القوى
المتهالكة التي تعرف أن ليس لها وزن فعليا هي أكثر ما تخشى الديمقراطية. هم انكشفوا بدرجة كبيرة في مصر ويعرفوا أنهم سينكشفوا في أماكن أخرى، ولذلك وجدوا أنه لا داعي أن نرى ديمقراطية لأنه سيحكمنا الإسلاميين، وفي حالة يأس من أنفسهم، يعني بدل أن يعيدوا ترميم صفوفهم استعدادا للمرحلة القادمة لا يدعموا كل سفاح وكل انقلاب عسكري، لأنهم يدركوا أنه لن يفوزوا في مقعد واحد. يعني حتى في الدول التي لا يشارك فيها الإسلاميين لا يفوز اليسار والقوميين بمقعد. يعني يمكن الإبقاء على هاي الأنظمة بخليهم مستفيدين أكثر. أولا لا تكشفهم، ثانيا هم يقدموا أنفسهم أنهم بديل وقد يجدوا منصب. يعني أنا وجهة نظري هم متوقين ليشوفوا نموذج حافظ الأسد الجبهة التقدمية، لأنه هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يضمن لهم مقاعد في برلمان ما. يعني هم لا يفوزوا في أي شيء، يعني لأنه ليس لهم حضور، يعني حتى لو وجدنا نسبتهم ليس لديهم حضور، وبدليل أنه هم ينوعوا على ذرائعهم للقتل. يعني هذا هو الأمر. يعني ويعني هو فقط هي رواية الشبيحة من السخرية، يعني ما حققوا لفلسطين بقتل السوريين وما حققوا للدولة بقتل السوريين. يعني بشار الأسد بس بيطالعوا كل فترة، يعني يعمل مقابلات مشان بس يقول أنا موجود ويرد ورجع على الجهر. يعني بيطلع عبد الأمير اللهيان هو بيقرر بيقول بشار الأسد لازم يضلع، عبد الأمير اللهيان موظف وزارة الخارجية الإيرانية. يعني مو حتى جواب ظريف. هذا هو يعني هذا المفجع. بعدين بيتساءلوا لماذا يخسر في كل انتخابات وليس لهم مصداقية. يعني إيران حماس الكل يعرف حجم ارتباطها كان بنظام بشار الأسد وبإيران، لكن حماس عندما أدركت أن بوصلة الشعوب تغيرت تماما قفزت مباشرة من المركب، قرأت الشعب، لم تتخلى عن الشعب. البعض أو هاي القوى، ليس طبعا الجميع، لا القوميين ويساريين بقوا أوفياء لإنسانيتهم، لأنه أنا كما أقول دائما نحن ندعم نيلسون أو من محرمي وعشاق نيلسون مانديلا ليس لأن أفارقة لأن بشر. طبعا ليس الجميع، بقي هنالك فئة منحازة لإنسانيتها ومتمسكة بإنسانيتها، لكن فعليا هؤلاء اللي يعني كشف ضعفهم لن قرروا أن يتخلوا عن الشعوب. ثم يسألون لماذا لا نفوز بأي انتخابات، كيف يمكن أن تصدق شخص يبدل ذرائعه ويبدل ولاءاته كل يوم أن يكون حريص على شيء. بدي أتشكرك أستاذ منار رشواني الكاتب السوري، كاتب عدة صحف ومنها صحيفة الغد الأردنية أيضا، كنت معنا بحلقة أسبرين اليوم، شكرا كثير لك. بفقرتنا راح نحكي شوي عن حرية الصحافة، بما أنه اليوم هو اليوم العالمي للحرية، لحرية الصحافة اللي بتصادف 3 من شهر أيار كل سنة، واللي احتلت فيها الدول العربية للأسف أواخر المراتب، وكانت سوريا قبل الأخير بمرتبتين. حرية الصحافة أو الصحافة الحرة اللي هيك تعريفها، هي الضمانة اللي بتقدمها الحكومة لحرية التعبير، وغالبا ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل مين؟ من قبل دستور البلاد للمواطنين، سواء للمواطن الصحفي أو للصحفي صاحب الاختصاص. وهي الحرية بتمتد لتشمل مؤسسات بث الأخبار والتقارير المطبوعة، وتمتد تلك الحرية أيضا لتشمل جميع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر. وطبعا اللي بيتعلق بالمعلومات عن الحكومة، ما بتدخل الحكومة بحرية الصحافة إلا ما يتعلق بشؤون الأمن القومي. طبعا هي شروط الأمن القومي اللي للأسف اتخذتها بعض الحكومات شماعة بأي حدث كان، دغري بلفقوا لك التهمة بأنه أنت معتدي على الأمن القومي وبتخالف حرية الصحافة أو منهج حرية الصحافة. للحديث أكثر رح ينضم إلي الصحفي أسعد العزوبي، صحفي وكاتب في جريدة الراية القطرية. أهلا وسهلا فيك أستاذ أسعد. أهلا بك. أول شيء تصحيح الاسم، أسعد العزوني. أهلا وسهلا فيك، أكيد بشرفنا أستاذ أسعد العزوني. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. أستاذ تفضل. أستاذ أسعد،
حرية الصحافة تراجعت، يعني الدول العربية ما بنعرف إذا هذا الشيء تاريخ من زمان بالدول العربية ولا حرية الصحافة تراجعت كتير بالدول العربية. يعني تصور تونس الأولى عربيا، لكن هي يعني يمكن ما بنعرف بالمراتب الأخيرة بالعالم بحرية الصحافة. برأيك يعني لشو مرجح هاي الأسباب؟ تفضل. لا يعني أول شيء يعني بدون ما نسمي أسماء يعني الوطن العربي خلينا نأخذه كمساحة واحدة، جبل على ألا يكون فيه أي نوع من أنواع الحريات. لماذا؟ لأنه لو كان لدينا حريات لما استمرت إسرائيل فيما هي عليه الآن. فلذلك يجب ضبط الأمور بين قوسين والضغط على كل أي رأي مخالف حتى لا يخرج إلى العلن، لأنه في حال خرجت الأمور إلى العلن تفتحت آفاق الشعب أيا كان وعرف أشياء يجب أن لا يعرفها. فلذلك الآن زي ما تفضلت بشوي، موضوع الأمن القومي هو الشماعة، وأنا مش عارف أي أمن قومي، وإحنا يعني تبين أنه بعد اللي صار بهالأحداث هاي أنه الموساد يسرح في الدول العربية بجوازات سفر غربية مزورة من شرق الوطن العربي إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. فلذلك الآن يعني مع عملية الأمن القومي يجب أن لا يتحدث فيها بالمطلق، لأنه لم يكن عندنا أمن قومي، بل كل الأنظمة الرسمية العربية تعمل على حماية أمن إسرائيل. طيب لنرجع لحرية الصحافة أستاذ أسعد، ما رأيك بالأنظمة؟ كيف تعاطت مع الإعلام، مع الصحافة؟ كيف تعاطت مع هذا الموضوع؟ يعني كانوا يقولوا أنه إذا بدك تعرف دولة ديمقراطية بتعرفها من إعلامها. نعم أو صحيح. من القلم الحاد بالصحف. صحيح، أقرأ إعلامك فأعرف من أنت. ومن يقرأ إعلامنا العربي من أول لحظة، يعني كيف حب من أول نظرة. إحنا الآخر يفهمنا من أول قراءة لإعلامنا. تعال مثلا على نشرة الأخبار في التلفزيون، تبدأ من الحاكم وتنتهي بحاشية الحاكم، وربما تكون الأمور في بلد الحاكم متفجرة. فلذلك هذه هي الصورة النمطية التي نحن نعيش عليها. اثنين في الصحافة، اختراق أمني واضح بكل المراتب الصحفية. ثلاثة، تسليم الصحف إلى رموز يعني مسيطر عليها 100%، وهذا طبعا ما أدى إلى تراجع الصحافة العربية المكتوبة والمقروءة والمسموعة. شو رأيك أستاذ أسعد بالصحافة زمن نظام بشار الأسد؟ يا أخي هو يعني ليش اخترت بشار الأسد؟ خلنا نأخذ أبوه. نعم. هي صحافة اللون الواحد. نعم. فقلت لك قام الحاكم، ودع الحاكم، نام الحاكم، عطس الحاكم، وزوجة الحاكم، وابنة الحاكم، وابن الحاكم. لم يكن هناك أصلا في سوريا تحديدا، مدام أنت أنا أجبرتني أسمي الأمور بمسميات. هي مسميات، يعني هي مسميات، نحن ما نطلق توصيفات. لا يا أخي، لم يكن في سوريا تحديدا أي نوع من أنواع الصحافة، وإنما كانت جريدة الثورة، وهي أصلا كانت جريدة باهتة وكلها تتحدث عن إنجازات النظام، وأنا لا أدري أين هي تلك الإنجازات التي كان يتحدث عنها. وشعار من حبك اللي الآن تبين أنه هذا النظام يعني ما إله أصول سورية حتى، وإنما أصول طائفية يهودية. ومن يدعم الآن بشار الأسد هي إسرائيل وليست روسيا أو إيران أو الصين كما يقال، وإنما هذه الأطراف عبارة عن عوامل مساعدة خارجية مشكر ولا أقل. لكن القرار في تل أبيب، والقرار في تل أبيب اتخذ على أن يبقى بشار الأسد رئيسا، لكن على المستوى المنظور هو مودع. وهذا طبعا لو كان في عنا إعلام صحيح، لو كان في عنا معارضة مزبوطة، لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن في أي بلد عربي. وأنا لا أستثني أحدا. طيب هدول إعلاميين الأنظمة، برأيك كيف تعامل الإعلام والصحافة مع القضية السورية أو القضايا، خلينا نقول القضايا المهمة بالإقليم العربي؟ والله شوف، يعني في إعلاميين اللي احنا بنسبب تحديدا
مشان نكون دقيقين، مثلا اللي برز المفصل في الموضوع اللي هو الوضع في سوريا. في شبيحة، في شبيحة داخل سوريا وشبيحة خارج سوريا. النظام أغدق بالمال على الشبيحة خارج سوريا، خاصة في المناطق القريبة من سوريا، وهم أشرس من الشبيحة داخل سوريا. فلذلك هم يكتبون ويظهرون هنا وهناك وإلى آخره دفاعا عن النظام. وهم بيعرفوا أنه يعني مش معقول أنه واحد قاتل ليش بيدافعوا عنه برأيك؟ لأنه قلت لك أغدق عليهم بالمال. إلى الآن بشار الأسد ربما أو الأنظمة هذه لا تملك شيئا الآن، ربما لا تملك فقط قوتها، أو دعنا نقول لتسير آلة الحرب والقتل. لا يا صديقي، لا 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 لا، لا. هاي الأنظمة لديها من المخزون ما يقارب مخزون قارون. لأنه كل ثمار ومعطيات البلد وتحديدا في سوريا، النفط كان يذهب لمن؟ لم يكن يدخل أصلا للخزينة السورية، كان يسجل في حساب باسم بشار الأسد. فلذلك هذا ما يزال ماديا قوي وبيدفع هنا وهناك. بدي أتشكرك لوجودك معنا ببرنامج عسكري. شكرا. فاصل ونرجع. Uma cruel desilusão foi tudo que ficou pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim. بمقالنا الأخير بحلقة اليوم، قال الكاتب فارس الذهبي بموقع أورينت نت بعنوان سيلفي والمستقبل خلفي. طبعا مثل ما وعدناكم مستمعينا بكل حلقة رح يكون معنا ضيف على المقال، وهالمرة هي ضيف المقال هو الأستاذ فارس الذهبي. أهلا وسهلا فيك أستاذ فارس. مرحبا، كيفك؟ تمام. أستاذ فارس، بمقالك بموقع أورينت نت بعنوان سيلفي والمستقبل خلفي، هلأ رح نقرأ شوي من المقال ورح ناخد تعليقك عليه. بتقول بمقالك: لم تكن كنانة تلك الإعلامية التي اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعية بخبر التقاطها سيلفي مع جثث قتلى لا أحد يدري من هم ولا كيفية مقتلهم وما هي المعركة. طبعا لقد قيل لتلك الإعلامية إنهم إرهابيون، أو ربما كانت هي برفقة الجنود ساعة قتلهم. وكلا الأمرين لا يبرران التقاطها لذلك السلف الشهير الذي ينتهك كل محرمات البشرية التي تعارفت عليها الإنسانية منذ فجر الحضارة وصولا إلى يومنا الحالي. في مسرحية أنتيجون لسوفوكليس يشتعل الخلاف بين أنتيجونا والملك كريون بسبب رفض الأخير دفن أخيها الذي وبحسب رأي الملك لا يستحق أن يعامل معاملة تشبه معاملة البشر، وذلك لأنه تمرد عليه فيترك جثمانه مسجا في البراري كي يراه الأهالي ويرتعد. طيب، بهذا المقال يعني لفتني العنوان، وكأنك بتقول أنه سيلفي والمستقبل الخلفي. هل بتعتقد أنه ما تسمي نفسها بالإعلامية كنانة لما صورت هاي السيلفي هي عم تصور مستقبل سوريا بحال إذا ما بقي النظام؟ تمام، هي هاي الالتقاطة اللي حضرتك التقطتها هي أهم ما يمكن أن يذكر في هذا المقال. يعني أنا اجتني كتير تعليقات على العنوان بس بحد ذاته، انه السيلفي عادة بيكون واحد عم يلتقطه ليكون عم يفتخر بشيء ما، انه انا فخور بمثلا نجم معين، عالم معين، معلم انساني معين، برج ايفل، جبال كذا الى اخره. لكن ان يلتقط انسان ما يسمي نفسه سوري سيلفي مع مجموعة جثث لأشخاص نحن لم نعرف مين هن، لم نعرف ماضيهم، لم نعرف كيف قتلوا، لم نعرف مصادرهم، ما في أي توثيق على إن أي كتائب إلى آخره، وندعي بأننا نحن أبطال، فهي يعني تعتبر أول شيء جريمة إعلامية قبل ما تكون جريمة ضد الإنسانية وثم جريمة حرب. أنا برأيي
الفكرة طبعا المقال تكمن بالتفصيل التالي، انه وقت الانسان يقوم بهيك انتهاك ويقوم بهيك فعل، فهو بالتالي عم يتنبأ بما سيجري في مستقبله الشخصي. بمعنى انه الاعلامية اللي ذكرتها حضرتك عم تلتقط سيلفي، رح يحرض فيما يحرض من مشاعر كثيرين من اهالي، كثيرين من مقاتلين، كثيرين من ناس قد يستاءوا جدا من اقاربهم في هذا السيلفي، وبالتالي سوف يطالبون بالانتقام. يعني حلقه حقد هي حطتها بالضبط، حلقه حقد فتحها التلفزيون العربي السوري، فتحها الاعلام الحكومي على نفسه ضد شعبه. من حق اي انسان في الحياه ان يموت بشرف. ابسط حق من حقوق الانسان ان تموت بشرف. يعني المحكوم بالإعدام تسقط عنه كل تهمه الأخرى بعد أن يموت. يعني إذا كان مطارد، إذا كان عنده مثلا سلسلة من الجرائم، الحكم الأول طلع إعدام، تسقط باقي التهم تماما، حتى يعني بطريقة الإعدام ويتم تسليم جثمانه لأهله ليدفن بكرامة، حتى بإسرائيل، حتى بأشد مناطق الخلاف بالعالم. لكن في سوريا الحقد الطائفي، الحقد الغبي، يعني حتى مو مدروس، يعني هن ما عم يفكروا بالنقطة الأساسية اللي هي المستقبل. طيب أنتوا قمتوا بإنهاء حياة هذا المقاتل، ما حندخل بتفاصيله، ما حندخل هو من أي مكان وشو عم يعمل، شو كان عم يعمل. قد يكون بريء طبعا، يعني قد يكون بريء، قد يكون جثمان هدول الجثث اللي موجودين هنا نتيجة قصف، وهن الأبرياء ممكن يكونوا بفرن، ممكن يكونوا كذا. أن تقوم بتصوير هذه الجثث وعرضها مع ابتسامات، فأنت تدعو الناس للثأر. طيب هل بتعتقد هنا يكمن المستقبل سيلفي والمستقبل خلفي؟ هل بتعتقد بهي السيلفي اللي التقطتها، شفنا سيلفي قبلها مع مجموعة جثث كمان الإعلاميين، يعني وكأنهم يتفاخرون. البعض يصور هي السيلفي بأن نوع من الولاء لهذا النظام، أنه أنا كل ما قتلت أكثر وتصورت مع هيك شيء إذن أنا معكم. يعني وكأنه أنا ماشي بهي الآلة القتل. طبعا في شيء من كلامك صحيح جدا، لأنه كرة الثلج التي أطلقها النظام من 2011 كرة الثلج اللي هي مسمات حقد لا زالت تكبر وتكبر وتكبر، وبالتالي تشعبات وتفنن والتطريز على هذا على هذه التيمة تتشعب بشدة. يعني كانوا ببداية الثورة يلوموا في شخص أكل كبد شخص مدري شو وكذا، أنه هاي أفعال وحشية، هاي أفعال همجية وكذا كذا. صح، لكن بالمقابل أنتم من تدعون أنكم تمثلون جانب من جوانب الدولة، جانب من جوانب النظام، والنظام يعني الانتظام، يعني في قوانين، في دستور، تقومون بأفعال أشنع بمليون مرة من ميليشيات وكتائب منفلتة. يعني خلينا نقول انه هذا اللي عم ياكل اكباد هو وليد الحقد اللي صار فيه. وليد حقد اللي صار فيه وأدناه في حينه لكن انت مفروض يعني طالع بشكل حضاري على اساس وانت مع وفد حكومي ومدفوع لك الاجر تلتقطي سيلفي، تتفاخري فيه انك واقفه بين جثث، تتفاخري فيه. طب انت مفكره انه انتهوا هدول الناس بقتلهم؟ انتوا عم تقتلوا حاضنة شعبية، انتوا في فعل الشماتة هذا اللي ما لكم منتبهين له، هو اللي عم يأجج كل النار بسوريا. النار تجلب نار. هذا الشيء مثل اللي عملوه بأول الثورة، كانت المظاهرات سلمية، كل يوم كان بيقتل شخص، طريقة القتل كانت شنيعة، أما بيخرج من معتقل أحيانا، فعسكر آخر شيء أدت لعسكرة الثورة، لأنه الناس عرفوا أنه هذا النظام ما عم يجمعهم بالسلمية. يعني صار يقولوا لك أنه ما بدنا نقاتله، لا بدنا نحمي حالنا، فبس شالوا سلاح صار نفس الشيء، قصفون ودمرون. بالسؤال الأخير، هل بتعتقد أنه هذا السيلفي اختزل كل شيء بسوريا، وكأنه المشهد السوريالي الآن اللي حاصل بسوريا هذا نحن، هذا النظام، وهذه ما بنعرف يعني هن المعارضة هن مين القتلة، لكن هذا نحن، ويعني مثل ما أقول وسعيدون بما نفعل.
بالضبط بالضبط. هو فكرة السيلفي اللي اخترعها كان راغبان بشكل من الأشكال أنه يخلد لحظة، ولكن لم يخطر بباله على الأغلب أنه هاي اللحظات ممكن ببلد مستعرة في الحرب ومستعرة في قمع النظام لشعبه أنه تحول هاي اللحظة لفعلا ذكرى أليمة. ستبقى هذه الصور من أنا برأيي هذا السيلفي بالذات ومع مجموعات السيلفي الأخرى يعني سيبقى طويلا في ذاكرات السوريين لتذكير بما يفعله هذا النظام. بالمقال أنا كنت عم أقول استعدت قصة أنتيغونة. أنتيغونة اللي هي قصة أنه عندها أخين، أخ بيقاتل مع الحاكم وأخ بيقاتل ضد الحاكم. الحاكم بينتصر بالمسرحية طبعا، إن شاء الله مو بالحياة إن شاء الله. فبيعاقب الأخ اللي قاتل ضده بأنه يلحج جسده بالبراري وعدم دفنه، مما بيخلي أنتيغونة وبيخلي الشعب يثور أنه من حق الميت أن يدفن بكرامة، بكرامة. وتركه بالبراري وعدم دفنه ومن ثم التقاط صور مع جسته والتمثيل بها معنويا بهذه الطريقة، ولا ندري إذا تم تمثيل بها ماديا خلف الكاميرا، هو اللي حيأجج أجج أجج يأجج الوضع أكتر بكتير. يعني هي بهالسلفي ممكن نقول أنه هي مثلت بسوريا بالضبط باللي عم بيصير بالضبط. هي عم تعمل سيلفي مع سوريا نفسها، سوريا القتيلة على أيديهم، وهذا السيلفي رح يكون بمستقبلهم إن شاء الله. بدي أتشكرك أستاذ فارس الذهبي كاتب وبمقالك بموقع أورينت نت، شكرا كتير كنت معنا بحلقة. شكرا لك هادي، شكرا. سمعنا شوالة الصحف للأسبوع للاستماع لحلقة البيست أوف. فيكن تتابعوا صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. إلى اللقاء. تقديم وإعداد هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2015.